أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استبعدت على مهابتك وارتقعت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نصرة ذريعتك. واثق اللهم رابطتها ولمهدها وليا سبلها واملاها بنورك الذي لا ينبو واسرى سرورها بفيض الايمان بك وجمد وكل عليك بمعرفتك ومثل سادت في سبيلك انك نعم الولو نعم النصير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabbana, hamba mohon dengan sepenuh hati, mohon dengan sepenuh jiwa dan raga, maafkanlah seluruh kesalahan hambamu ini, kesalahan ibu dan bapa hambamu, kesalahan seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia ini. Semoga wabah corona cepat berakhir. Kami sudah rindu dengan masjidmu ya Rabbana. Kami sudah rindu dengan rumahmu, ibadah dengan ketenangan hati, kelapangan jiwa dan raga, tanpa harus takut tertular corona. Ya Rabbana ya Aziz ya Ghaffar, mohon keridoanmu ya Rabb untuk segera menormalkan kembali kondisi seluruh umat mendingin kebun ini sehingga korona cepat selesai.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك تعلم عن حال القلوب وتمت على محمدك والتقوات على طاعتك ودوحت على دعوتك ودوحت على نصرة طارعتك واتك اللهم ربي تتها ولمولى ولي سبلها واملها بنرك الذي لا يبوسر صدرها خير المالك وجمد وقل عليك بمعرفتك وعمد على سادة سبلك إنك نعم ونسير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر. يا الله يا رحمن استغفري الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا عزيز يا غفار أنا بسادر banyak kesalahan Engkau Maha Pengampun dari seluruh kesalahan. Ampunilah seluruh kesalahan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin.